بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome again. ونواصل في شرح الشابتر الثاني Block Diagram Reduction Technique and Signal Flow Graph من مقرر التحكم الآلي. هنا بعد ما شرحنا في الشرائح السابقة آليات الاختصار، سنحاول تطبيقها هنا على some examples. ونبدأ بالexample 1. Simplify the block diagram shown in the following figure, then obtain the closed loop transfer function C of S over R of S. يعني هنا عندي نظام من خلال يعني ميني بلوكس، أكثر من بلوكس. السؤال هو أن نختصر هذا النظام في بلوك واحد R and S، وبالتالي نعطيه C over R. هنا لابد أن تكون يعني عندي دقة الملاحظة، فبالتالي عندي الG1 مع الH1 ثم الG2 مع الH2، يعني هي في شكل الفيدباك. شفنا الفيدباك في الآليات في الشرائح السابقة. وهنا الG1 والH1 can be simplified in simple one block, and G2 and H2 we can simplify it in a simple block. يعني الG1 والH1 هي feedback block، تعطيني G1 over 1 plus G1 times H1، ثم الG2 والH2 تعطيني هذا البلوك G2 over 1 plus G2 times H2. إذا اعتبرنا هذا مثلا البلوك A وهذا سميناه البلوك B. هنا نلاحظ أن A مع B هي series block ومعها feedback H3. فأولا لابد أن نختصر A و B في بلوك واحد، باعتبارها أن series block يمكن اختصارها في بلوك واحد هو A time B like this. يعني هذا هو A time B. ال A وال B هي في الشريحة السابقة معلومة. ثم ال A تايم بي وعندي H3، يعني كلها تصبح feedback block. يعني في الأخير هي الفيدباك بلوك هو A B direct path تقسيم واحد زائد direct path. direct path هو A time B مضروبة في ال H3. إذا عوضنا ال A بقيمتها وال B بقيمتها في الشريحة السابقة أتحصل على هذا ال simplified system. وبالتالي النظام الأول، هذا النظام يعني يمكن اختصاره في هذا النظام input R and output C of S. وبالتالي the closed loop transfer function هذا السؤال يعني هذا هدف السؤال هو C of S على R of S، هو يعني بعد الاختصار بطبيعة الحال وارجاعها الى مقام واحد وهناك خطوات اختزال الى اخره، اتحصل في النهاية على هذه الترانسفير فانكشن G1 تايم G2 over 1 plus G1 تايم H1 مع بعض مضروبة تايم 1 plus G2 H2 بين الأقواس plus G1 G2 H3. Thank you very much.